تفصيل الشغل. الو، عايز اتصل تليفوني تاني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام، اتفضل. بص يا ريس، طلع النبي عليه الصلاه والسلام، مش عايزين نحط المراه الاجنبيه كلها في كفه واحده. يعني الاجانب اجناس كتير جدا، وصفات وعادات وتقاليد وثقافات وافكار كتير جدا، تمام؟ خلينا بس نتكلم بشكل موضوعي عن المراه المصريه. شويه بقى، مش خلينا نتفق ان هي مش شياكه قوي، فاهمني؟ ما بتعرفش تسوق لنفسها بقى في بيتها ومع جوزها وبتاع. بس ده برضه ما اقدرش اعمم، يعني ما اقدرش اعمم، بس اقول في جزء منهم كده. نعم. بس خلينا نقول برضه ان ده يعني يعني في شخصيتها ان هي اصلا شايله الهم، شايله المسؤوليه بشكل مبالغ فيه شويه. نعم. فاهمني؟ ده بيأثر على مظهرها وعلى جمالها وعلى تسويقها لنفسها بقى مع الناس ومع جوزها ومع بيتها والكلام ده كله. نعم، ضغوط الحياه. نعم. بالظبط بالظبط، فهي شايله المسؤوليه بشكل كبير. يعني انا مثلا والدتي شايله الدنيا على راسها يعني، فمش هتروح بقى تدور تلبس شيك وبتاع ومش عارف ايه، وان كانت الشيكه مطلوبه والكلام ده كله مطلوب. فمش عايزين نكون قاسيين على المراه المصريه، لا، ده هي شايله الهم يعني، شايله الطين. ربنا يخلي يعني ربنا يخليها لك، وانت تقدر برضو تزيح عنها الهم ده. وانا بطلب من كل واحد فعلا يعني كاب كابن كزوج شايف ان لان زي ما انا قلت لك، ليه انا بقول انا ضد ان المراه تشتغل طول الاسبوع او ست ايام هذا بارت تايم يعني؟ لا، لان هي في الاخر، بتكلم بامانه، انا شفت ناس كتيره جدا كده بتفقد حاجات كتيره جدا. بتفقد انوثتها، ده رقم واحد، لان هي بقت امراه عمليه، تفكيرها عملي جدا، تك تك، الحياه تحس انها ايه، كما لو كان معموله ليها سيستم معين هي ماشيه عليه. بتفقد الاصدقاء. وده على فكره اتعملت دراسات نفسيه كتيره جدا ان الصداقه في حياه الرجل والمراه، فاثبتت الدراسات الحديثه ان الاصدقاء في حياه المراه مهمه جدا جدا جدا. فبالتالي هي عشان مش فاضيه ودايما في الشغل، وبعدين يوم الاجازه بتقعد تنظف وتوضب وبتاع، ما بقتش تشوف صحاب، فالحته دي افتقدتها. فبالتالي في خلل في البنيه الاجتماعيه بتاعه المراه، ودي بقول لك اتعملت عليها دراسات كتيره جدا. ما بقاش عندها وقت انها غير تشوف التزاماتها، واحد اتنين تلاته. لما بتيجي بقى المراه دي بتكبر، بتخلص الشغل، وانا شفت نماذج كده كتير، بقول لها اكتر حاجه افتقدتيها في حياتك ايه؟ بتقول لي انا مفتقده اني ما عنديش صحاب، مش لاقيه صحاب. طب ما تعملي اصحاب. بتقول لك انا كبرت، ازاي دلوقتي اكون علاقات وبتاع؟ بس ده جزء موجود، في موجود، بس في جزء تاني لا، يعني مهتم لا جدا بنفسه. لا بس لا لا، مش كتير، وبزملاء عمل، لا مش كتير، وبيطلع عند رحلات دي لو كان نمط الشخصيه اللي هي. نعم. مش شايله زي ما حضرتك زي ما يعني تفضلت اتكلمت ان هي مش شايله اعباء فوق اعباء، اللي. نعم. هي الحياه الماديه بتاعتها كويسه، الحياه الماديه بتاعت الزوج كويسه، ممكن يكون مثلا في دادة او كده بتساعدها في امور البيت او بتاع، فده بيبقى موجود. لكن انا بتكلم على النماذج اللي دايما بيوصفوهم ان هم، انا ضد بصراحه ان المراه بايا كان سواء بنوته او متجوزه او كده ما تهتمش بنفسها، لان هي جزء من التكوين الانثوي للمراه، الزينه والاهتمام بالنفس. هي ربنا سبحانه وتعالى دي فطره المراه بتتولد عليها، فلما بالفطره دي بتروح تبتدي تتعامل على انها شايله المسؤوليه. هو المفروض الست تهتم بنفسها والراجل برضه يهتم بنفسه، ان الزوجه زي لو اهتمت بنفسها عشان جوزها، ما هي منتظره من الزوج برضه انه يهتم بنفسه. بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الناس خذوا زينتكم عند كل مسجد. ده انت وانت رايح عبادات لازم تكون متزين، سواء الكلام ده على فكره للزوج للمراه او الرجل، يعني ايه الجلباب النظيف اللي ما فيش ريحه، يكون في استحمام، بالظبط، يعني ما بقاش مضايقه حد جنبي، مش واكله اكل مش ما ينفعش اروح يعني لازم دايما تراعي الناس اللي حواليك دائما وابدا، هي دي اخلاق المسلم، انك تراعي الناس اللي حواليك، فما بالك لما تراعي نفسك وتراعي اهل بيتك. نعم. طب احنا